جديد للتداولات ببورصة نيويورك، وذلك بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز ليصل إلى أعلى مستوياته، ولكنه عاد وانخفض، وذلك وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على الاستثمار. وسنرى كيف تتأثر الأسواق خلال هذا الأسبوع. زوج اليورو دولار يرتد والزوج عليه تركيز. الزوج يرتد ويقترب من المتوسطات المتحركة للخمسين ساعة، ولذلك يفضل الشراء فوق مستوى 1.1485 مع وجود الأهداف عند واصل 1.1565 ثم 1.1595. الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، نتوقع المزيد من الارتفاع. الدولار مقابل الين الياباني، هذا الزوج يتجه للانخفاض. البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، طالما بقى مستوى 6471 كمستوى دعم، يؤدي ذلك للاتجاه إلى 6759، والنقطة المحورية تقف عند مستوى 6471. أما الذهب فسعر الذهب يتجه للارتفاع والذهب عليه تركيز. سعر الذهب يرتد ويدعمه المتوسطات المتحركة المتصاعدة، لذلك يفضل الشراء فوق مستوى 1198.25 ومع وجود الأهداف عند 1208.50 ثم 1211. أما بالنسبة للفضة فسعر الفضة يتجه للارتفاع. كان معكم هدى عثمان لتقديم تقرير تريدينج سنترال والتي في الأسبوعي.